بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأولياء الأفاضل، أيها التلاميذ الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. نلتقي اليوم في حصة جديدة في مادة اللغة العربية. حصتنا اليوم تتعلق بالصياغ، ودرسنا اليوم هو صيغة ما إن وحتى للمستوى الثالث ابتدائي. أيها التلاميذ، أريد منكم أن تفتحوا كتبكم في هذه الصفحة وتقرأوا معي جيدا هذا المثال. أستعمل الصياغ. لاحظوا جيدا أيها التلاميذ واقرأوا هذه الجمل وركزوا جيدا. ما إن حتى، ما إن ركب هذا المسافر الطائرة حتى أحس بالرعب. أعيد، ما إن ركب هذا المسافر الطائرة حتى أحس بالرعب. الجملة الثانية، ما إن ربط المسافرون أحزمتهم حتى أقلعت الطائرة. أعيد، ما إن ربط المسافرون أحزمتهم حتى أقلعت الطائرة. إذن لاحظوا جيدا أيها التلاميذ، سأعيد قراءة الجملة. ما إن ركب هذا المسافر الطائرة حتى أحس بالرعب. الجملة الثانية، ما إن ربط المسافرون أحزمتهم حتى أقلعت الطائرة. أيها التلاميذ، لو تلاحظون هنا بما بدأت الجملتين، الجملتين هنا ابتدأت بصيغتين، ما إن، ما إن. إذن هذه الجملة بدأت بما إن، وهنا أيضا بدأت بما إن. عندما أقرأ هنا تجدون ما إن ركب هذا المسافر الطائرة حتى أحس بالرعب. لو تلاحظون هنا أن ما إن وحتى متلازمتين، هنا نفس الشيء، هنا حتى وما إن. ما إن ركب هذا المسافر الطائرة حتى أحس بالرعب. ما إن ربط المسافرون أحزمتهم حتى أقلعت الطائرة. إذا لاحظوا جيدا، إذا لدينا هذه الجملتين، هاتان الجملتان، ما إن ركب هذا المسافر الطائرة حتى أحس بالرعب، ما إن ربط المسافرون أحزمتهم حتى أقلعت الطائرة. هنا ما إن ما هو، أو لاحظوا جيدا، ما هو هذا، أو ما هي الكلمة التي جاءت بعد ما إن؟ نفس الشيء هنا، حتى تليها كلمة، ما هي؟ ما نوع هذا، أو ما نوع هذه الكلمة؟ نفس الشيء هنا، ما إن، وعندنا هذه الكلمة، وعندنا هنا حتى تليها كلمة. إذن هي أفعال. جيد، إذا ما إن يأتي بعدها فعل، حتى أيضا يأتي بعدها فعل. إذا نفس الشيء هنا، ما إن ربط فعل حتى أقلعت الطائرة فعل. إذا هذه هي أفعال. إذا في هذه الجملة فيها تحتوي على فعلين، ما إن ركب حتى أحس. إذا فيها فعلين. الآن ما هو زمن؟ إذا لدينا ركب، ولدينا أحس، ولدينا ربط، ولدينا أقلع. إذا في رأيكم أيها التلاميذ، ما هو زمن هذه الأفعال؟ ركب، أحس، ربط، أقلع، ما هو زمن هذه الأفعال؟ إذا زمن هذه الأفعال هي عبارة عن أفعال ماضية. جيد، إذا ما إن يليه فعل ماضي، هذا المسافر الطائرة حتى أحس. إذا لو تلاحظون أن ما إن ركب فعل ماضي هذا المسافر حتى أحس بالرعب.
الرابع، جيد. إذن ما إن وقع هذا الفعل حتى وقع هذا الفعل، يعني ما إن متى أحس هذا المسافر بالرعب؟ عندما ركب الطائرة. إذن زمن الإحساس بالرعب هنا وقع عندما ركب هذا المسافر الطائرة، يعني عندما ركب هذا المسافر الطائرة وقع هذا الفعل، أحس بالرعب. نفس الشيء هنا، متى أقلعت الطائرة؟ أقلعت الطائرة عندما ربط المسافرون أحزمتهم، يعني عندما ربط المسافرون أحزمتهم، ما إن ربط المسافرون أحزمتهم حتى أقلعت الطائرة. إذن أيها التلاميذ، ما إن وحتى يقع بعدهما فعل، يعني بعدهما يأتي فعل ماضي ويقعان، يقعان أحداث متعاقبة، يعني ما إن ركب هذا المسافر الطائرة حتى أحس بالرعب، يعني هما حدثان متعاقبان يقعان مباشرة في نفس الوقت وبالترتيب، يعني ما إن ركب هذا المسافر الطائرة حتى أحس بالرعب. نفس الشيء هنا، ما إن ربط المسافرون أحزمتهم حتى أقلعت الطائرة. إذن وقع الفعل وقع هذا الحدث بسرعة، يعني ما إن ربط المسافرون أحزمتهم حتى أقلعت الطائرة، يعني لم تكن بينهما مدة زمنية كبيرة، وإنما مدة زمنية قصيرة جدا وفي نفس الوقت تقريبا. ما إن ربط المسافرون أحزمتهم حتى أقلعت الطائرة. جيد. الآن إذا ما إن حتى تفيدان سرعة وقوع الحدث، يعني هذا الحدث وقع بسرعة، يعني ما إن ركب حتى أحس بالرعب، لم ينط أحس بالرعب، يعني متى أحس بالرعب؟ عندما ركب هذا المسافر الطائرة مباشرة أحس بالرعب، وقع هذا الحدث في نفس الوقت. نفس الشيء هنا، أقلعت الطائرة، متى أقلعت الطائرة؟ عندما ربط المسافرون أحزمتهم، يعني ربط المسافرون لأحزمتهم وإقلاع الطائرة وقع في نفس الوقت وبالترتيب، أحداث مرتبة. ما إن حتى، ما إن ركب هذا المسافر الطائرة حتى أحس بالرعب. إذن ما إن حتى تفيدان سرعة وقوع الحدث، أحداث متعاقبة تكون تقريبا في نفس الوقت. ما إن ربط المسافرون أحزمتهم حتى أقلعت الطائرة. إذن وترتيب الأحداث أيضا. إذن ما إن يأتي بعدها فعل ماضي، حتى يأتي أيضا بعدها فعل ماضي. إذن ما إن وحتى تفيدان سرعة وقوع الحدث، ما إن ربط المسافرون أحزمتهم حتى أقلعت الطائرة، يعني ربط المسافرون أحزمتهم بعد ذلك أقلعت الطائرة، ركب هذا المسافر الطائرة ثم أحس بالرعب. أحداث مرتبة، ترتيب الأحداث. الآن أيها التلاميذ، ننتقل إلى نشاط صغير لكي ننجزه مع بعض. أيها التلاميذ، أريد منكم أن تخرجوا كراريسكم وتكتبوا معي هذا النشاط. نشاط: وظف في هذه الجمل ما إن حتى. إذن شاهدت الغزالة الأسد هربت، هطل المطر ارتوت الأرض، بدأ العد التنازلي، أقلع الصاروخ، رمى الصياد الصنارة، علقت السمكة. علقت السمكة. إذا نوظف في هذه الجمل ما إن حتى. أيها التلاميذ، انقلوا هذا النشاط في كراريسكم وحاولوا أن تنجزوه. جيد. الآن: ما إن شاهدت الغزالة الأسد حتى هربت، يعني هربت عندما شاهدت الغزالة الأسد. هذه الأحداث وقعت مع بعض وبسرعة. ما إن هطل المطر حتى ارتوت الأرض. نفس الشيء هنا، ما إن بدأ العد التنازلي حتى أقلع الصاروخ.
الجملة الرابعة: ما إن رمى الصياد السنارة حتى علقت السمكة. تحدث عما تشاهد في الصور على المنوال التالي. هنا الصورة الأولى: ما إن غابت الشمس حتى حل الظلام. أيها التلاميذ، حاولوا أن تعبروا عن هذه الصور باستعمال ما إن حتى في جمل مفيدة. جيد، الآن سأقدم لكم الجمل. الجملة الخاصة بهذه الصورة: ما إن اشتعلت الإشارة الحمراء حتى عبرت تلميذان الطريق. الصورة الثالثة: ما إن توقف القطار حتى دخله المسافرون. هذه الجملة الخاصة بهذه الصورة. الآن هذه الصورة: ما إن صفر الحكم حتى بدأ السباق. جيد أيها التلاميذ، الآن ننتقل إلى تمارين خاصة بدفتر الأنشطة. لاحظوا جيدا، اكتب 3 جمل تتضمن ما إن حتى. التمرين عبارة عن جمل من إنشائكم أيها التلاميذ، حاولوا أن تكتبوا جمل تتضمن ما إن حتى. جيد، الآن سأقدم لكم بعض الجمل. ما إن دق الجرس حتى خرجنا إلى الساحة. ما إن سمعت الآذان حتى توجهت إلى المسجد. الجملة الثالثة: ما إن أشعلت التلفاز حتى بدأت حصتي المفضل. إذن أيها التلاميذ، الآن انتهينا من درسنا لنهار اليوم. أتمنى أنكم استفدتم منه كثيرا، ولقاؤنا يتجدد في حصص أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.